الآن نتابع ما ذكره مراسل الغد تامر دلول بإطلاق قوات الاحتلال لقنابل الإضاءة كما نشاهد وإياكم. طبعا هذه المناطق التي نشاهدها هي مناطق حدودية، إنما تامر دلول كان من أمام مجمع الشفاء الطبي. رأينا أيضا أن هنالك قنابل إنارة تطلق من قبل قوات الاحتلال، بالإضافة إلى سماعنا لدوي انفجارات متتالية لم تتوقف طوال الرسالة التي كان يقدمها مراسلنا تامر دلول من أمام مجمع الشفاء الطبي، علما بأن مراسلنا أشار بأن تلك الانفجارات ناتجة عن إطلاق المدفعية الإسرائيلية المتمركزة على الحدود أو بالقرب من مخيم الشاطئ في مدينة غزة. هذه القذائف باتجاه عدة أهداف. ما زلنا الآن نتابع معكم هذه الصور المباشرة التي تأتينا لإطلاق قنابل الإضاءة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة، بالإضافة إلى سماعنا لدوي الانفجارات وسلسلة من الانفجارات التي تسمع على أثر كما ذكر مراسلنا المدفعية الإسرائيلية التي تطلق نيرانها بكثافة على عدة مناطق. نستمع الآن. إذن نستمع وإياكم إلى أصوات أيضا طائرات الاحتلال الإسرائيلي، الطائرات الحربية التي تجوب سماء قطاع غزة في هذا التوقيت، بالإضافة إلى طائرات الاستطلاع كما نشاهد وإياكم أيضا هذه القنابل التي تطلق في هذه اللحظات، قنابل الإنارة على المناطق الحدودية لقطاع غزة. وللتنويه والتذكير أيضا مراسل الغد من أمام مجمع الشفاء الطبي رصد لنا أيضا قنابل إضاءة تطلق في مدينة غزة وبالقرب من مجمع الشفاء الطبي، بالإضافة إلى سلسلة من الانفجارات والغارات التي تشنها المدفعية.